هو ما فيهاش حل، ملهاش حل. ايه حلها؟ طب ما يبقى انا يعني انا بس فرقة. وانا برضو نفسي اعرف، وعايزكم تبقوا نعمل حلقه الاسبوع الجاي او اللي بعد اللي جاي عن هذا الامر، انه يعني لو انا عندي ماتشات دوري ابطال افريقيا، ايه الحل؟ ملهاش حل يا كابتن، ملهاش حل غير ان انا هو الحاج عامر لما شرحها وقال لك الانديه كلها مضت، انت فعلا يعني في ايه بعد النهارده؟ لو ماتش خارجي هديك 3 ايام، لو ماتش داخل مصر هديك 48 ساعه. انا اعمل ايه تاني؟ ايه ممكن تعمل تاني فعلا؟ يعني خلينا كان بصراحه، وفي فرق برضه، خلينا نبقى صراحه يعني. انا وانا في كرسي المسؤوليه النقد غير ما اكون في كرسي المسؤوليه، لما اكون ماسك انا الموضوع وابدا الاقي حلول، يعني انا فاكر في انا ممكن انقد اوكي، بس فعلا الحته دي بكل امانه، وعايزين نقول برضه كلمه صراحه، ان كل كلامنا في الحته دي طلع صح، يعني كل كلامنا في الحته بتاعت الاجنده هي ملهاش حل. ايه حلها؟ هي حلها ملهاش حل. انا ما اعرفش، والناس بعيدا عن من بيعمل كده، ايوه، ولكن انا في النهايه يهمني ان انا اقول فريق من الفرق اللي موجوده ده وصل للمباراه النهائيه ماشي، مش الاهلي، ايوه خلاص، طيب. هيعملوا معاه ايه؟ نفس اللي هيحصل تاني، ايوه ايوه ايوه، ولا يلعب نفس عدد، بس مفيش للاسف حد هيلعب. طب هسألك سؤال، اي فريق مصري ايا كان اسمه وصل لسيمي فاينل او فاينل بطوله قاريه، هل ينفع ساعتها تقول له في عندك ضغط مباريات دوري او كاس؟ لا طبعا مستحيل. هل هو نفسه هيتكلم؟ لا. طب ليه او يطلب بشيء؟ ليه مستحيل. ما نقللش عدد الفرق؟ لا، عايز تعمل كده بقى، نعمل بدايه غير السيستم، غير النظام. انت غير الدوري زمان لما كان عدد 14 فرقه كان جميل جدا، أي. كان بيخلص و16 برضه الدوري على طول منتظم، كان لطيف، وكان ساعتها كنت بتعملوا معسكر اعداد، والاهلي مسافر فرنسا، الاهلي مسافر المانيا، كل سنه مثلا كنت تحس ان في معسكر. دلوقتي بس اوعى تصدق، ما كناش بنسافر، كنا بنسافر ضواحي، بنقعد في حته مقفول عليك، ما تعرفش تشوف حاجه خالص، ما تعرفش تشوف مول حتى تنزل فيه. لكن يلا، يقول لك انتوا في فرنسا، انتوا سافرتوا في، ولا انت يعني قاعد، والله قاعد في مكان. كل سنه كنت بتعملوا معسكر في المانيا، صح؟ المانيا ايه؟ فين المانيا؟ المانيا ايه؟ احنا لما كنا بنشوف، نقول لهم احنا كنا قاعدين فين يا جماعه؟ واسبانيا في ماتش اوساسونا، واسبانيا في ماتش، احنا رحنا 3 ساعات لغايه لما رحنا لعبنا اوساسونا، كان اول ماتش ليا ودي بالمناسبه. طيب كريم برضو، شايفين بكره انتوا الاثنين مارسيل كولر هيبدا ازاي؟ بكره عليه الدور مين؟ لا سيبت، خد مفيش مشكله، بكره ممكن الشناوي في حراسه المرمى، منعم وربيعه ناحيه اليمين، ممكن محمد هاني، وناحيه الشمال ممكن عمر كمال عبد الواحد، وممكن يريح كريم فؤاد. اوكي، يعني ممكن يا اما عمر كمال لو بدا ناحيه اليمين، هيبقى مثلا محمد، هيبقى كريم فؤاد ومحمد هاني هو اللي يريح، يعني لان الراحه دي بصراحه بتفرق كتير مع اللعيبه. احلى حاجه كمان ان هو ادى راحه لاكرم، وادى راحه في وسط الملعب، ادى راحه لامام عاشور في بعض الماتشات برضو في وسط الملعب. هيبقى ممكن بكره يبقى اكرم توفيق في مركز 6، ويريح مروان عطيه لمباراه بيراميدز، وامام عاشور واكرم، وقلنا امام عاشور والسوليه في وسط الملعب، قدام حسين الشحات وطاهر محمد. طاهر اكيد هيرجع بكره لانه ريحه الماتش اللي فات، وسام ابو علي راس مهاجم. ده التشكيل اللي بشوفه الاقرب. انا بصراحه يعني اتفق، وان كنت اتمنى، يعني اتمنى بصراحه اشوف، هو طار كان انذار ثالث بالمناسبه، ما يعني ما ريحش بمزاجه يعني. اتمنى اشوف بصراحه وقت لكريستو، نفسي بصراحه ان هو يعني ياخد وقت. كريستو هناك انباء عن في عرض من عرضه للوداد، للرجاء، سوري، للرجاء، هو ورضا اعتقد. يعني لا، رضا، لا رضا جاي له عرض من الوداد، بس يعني صعب ان هو يمشي. لا انا بقول انباء يعني، أيوة، لانه في الاخر هي ما سننتظر الاعلان رسميا، اذا كان في حاجه سيتم الاعلان رسميا من خلال قناه الاهلي والمركز الاعلامي. اتفضل. يعني هو بصراحه كريستو انا بشوفه بصراحه واحد من اللعيبه اللي يعني خاماتهم ممتازه جدا. قول التشكيل من وجهه نظرك. انا اشوف نفس التشكيل، ولكن هشيل بس حد من يعني الاجنحه، ودي فرصه لكريستو. طيب كريم، برضو منافسة بيراميدز مع النادي الأهلي شايفها إزاي؟ أنا بشوف النادي بيراميدز السنة دي في حلة جديدة، مختلف في وجهة نظري عن السنوات الماضية، ربما يكون أقوى سكواد شفته البيراميدز مثلا، يعني كان أول سنة اليوم في الدوري، ده كان سكواد، كان سكواد مرعب، تعكينه كان خامات اللعيبة زي يعني كابتن إسلام كانت غريبة عن الدوري المصري، عمرنا ما شفناها بصراحة يعني. لكن الفريق ساعتها برضو ما كانش عنده، نقدر نقول إيه، الصيغة أو الصبغة اللي تخليه بطل، كان لسه مش مفهم. انا لسه السنه اللي فاتت برضو بشوف نادي بيراميدز كان صوته عالي قوي،
السنه دي لا هم هادين، السنه دي مركزين كده هادين. وجهه نظر السنه دي هم اهدى شويه، السنه دي الجهاز الفني بتاعهم بيشتغل بشكل كويس جدا، الصفقات اللي عملوها صفقات مفيده للفريق، الفريق لاول مره اشوفه بيحقق حوالي اعتقد وصلوا للرقم 12 انتصار متتالي. اللي بيتفرج على بيراميدز بيشوف يعني طبعا في بعض بصراحه النقط التحكيميه، لكن برضو في كل امانه عندهم اداء ممتاز، بيلعبوا كره حلوه. كل مره ده دايما اللي انا بقوله للكابتن هاني سعيد، يا هاني حبيبي احنا ما حدش بيقول حاجه، طول ما انت بتعمل شغلك كويس في الملعب هتلاقي كل الناس بتطلع تشجعك. وهو صوته انخفض بما فيهم قناه الاهلي، لان احنا ما عندناش مشاكل مع حد ولا عمرنا بنفكر في حد. صحيح. احنا كل تفكيرنا في حاجه واحده بس، صحيح. في نادينا، فلما يبقى بتعمل حاجه حلوه هتسقف لك. لا ونتكلم كوره ونتكلم كوره بس يا حتى كده هاني سعيد بكل امانه السنه دي مقلل من كلام بكل امانه، بس معلوش كم التصريحات كنت بشوفها السنوات الماضيه، فده امر يخليك قدام منافس، لا منافس مركز عايز يكسب. هتسمع شايف إيه؟ تسمع قبل يوم الجمعه اكيد. اسمع قبل يوم الجمعه يعني اكيد هيبقى في تصريحات قبل يوم الجمعه. لا مش قصدي، لا انا بتكلم كمعدل يا ثابت، كمعدل كابتن هاني سعيد. لو حاجه كابتن هاني سعيد كان بكل امانه لو توبيك النادي الاهلي ملوش علاقه بيه كان بيقحم اسم النادي الاهلي فيه دلوقتي، يقول لك لا احنا مش مرشحين للدوري. الاهلي هو بدا بقى ايه يكلمنا بطريقه مكوينة بتاع سان داونز، فانا بشوف لا بيراميدز في حل بس ماشي خلاص يعني بقى في حله جديده، فتأجيب مباراتين في وجهه نظري مباراتين صعبين جدا 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 جدا، وان شاء الله باذن الله نخشهم واحنا جاهزين، لان الماتشين بصراحه عايزين تفكير وعايزين كل السكواد باذن الله. تعامل كولر رايك في ايه في المباريات الاخيره يا احمد؟ شايف ان كولر مدرب كبير قوي بصراحه، معدل الفوز بتاعه ممتاز، مفيش مدرب مسك الاهلي بيكسب كل العدد ده في ما شاء الله يعني في الماتشات ديت. تعامله في الراحه يعني راحه اللعيبه، التدوير شويه تلاقي السوليه شويه تلاقي امام مريح عاشور دخل بيعمل منافسه حلوه، يعني السوليه لما ياخد تلاقيه جعان، امام عاشور لا ده هياخد مكاني فتالق، قفشه لما بينزل بيبقى هايل، مروان عطيه، اكرم توفيق، تواجده في وسط الملعب ممتاز، حتى حراسه المرمى الشناوي ومصطفى شوبير المنافسه الموجوده دي ممتازه. ناحيه العالم كمان لما بقى في لعيب بيغيب ما بقيناش بنحس ب يعني ان هو غايب، اي لعيب ايا كان اسمه. فدي بصمه مدرب. وعجبني كمان وسام ابو علي يا كابتن اسلام، بصراحه مهاجم كبير جدا جدا جدا، يعني واحد من احسن الصفقات. مين اللي قال لكم على من بعد اللقاء بتاعه على طول بذمتكم؟ قولوا الحقيقه يا جماعه، انت من شخصيته عرفت إن